بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد ذكرنا في الدرس الماضي نسب العشره المبشرين بالجنه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ونبذه مختصره عن تراجمهم وفي هذا الدرس باذن الله تعالى وعونه نلقي الضوء على نسب امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المطهرات ونتعرض لذكر نبذه مختصره من تراجم كل واحده منهن قال الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم اي محرمات عليهم. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قارب عشرين امرأة عاشر إحدى عشرة منهن ومات عن تسع نسوة أي مات وفي عصمته صلى الله عليه وسلم تسع نسوة حيث مات منهن في حياته اثنتان وكان يقسم عليهن الليالي ويعدلن بينهن في المبيت وغيره رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. أولاهن سيدتنا خديجه بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي أم المؤمنين سيدتنا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قسي بن كلاب القرشية يجتمع نسبها مع نسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جدها الرابع قصي بن كلاب وأمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن رواحة ابن حجر ابن عبد ابن معيس ابن عامر ابن لوي ابن غالب القرشية قد كانت رضي الله عنها امراه غنيه كانت سيدتنا خديجه رضي الله تعالى عنها امراه غنيه تستاجر الرجال للعمل في تجارتها وكانت قد تزوت في, في الاول ابا هاله ابن النباش فولدت له هند, هند بن ابي هاله خال الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ووصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وصف هالة أو هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف شامل ونعت دقيق، ثم خلف عليها بعد أبي هالة. عتيق بن عائذ المخزومي فولدت له جارية يقال لها هند وهي خالة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وبعد وفاتها بعد وفاة هند بن أبي حالة ووالد هند أبي هالة سمعت سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته فأحبت أن تستأجره فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبدأت تجارتها بالزيادة والربح أضعاف ما كانت عليه فأعجبت بشخص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعرضت الزواج عليه عن طريق صديقتها نفيسة بنت أمية ابن أبي عبيد بن همام بن الحارس فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان أبوها خويلد هو من تولى أمر زواجها فتزوج صلى الله تعالى عليه وسلم بها وهو ابن خمس وعشرين سنة وكانت سيدتنا خديجه رضي الله تعالى عنها مثالا للزوجه الصالحه تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعينها بنفسها ومالها ولها العديد من الفضائل فهي اول من اسلمت على الاطلاق وهي ام الابناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم ما عدا ابراهيم الذي أنجبته مارية القبطية رضي الله عنها كما أنها رضي الله تعالى عنها بشرت بالجنة ونالت شرف السلام من الله تعالى وجبريل عليه السلام توفيت في شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين عن عمر ناهذ خمس وستين سنة ودفنت بالحجون وقد حزن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فقد كانت رضي الله عنها قرة عينه ورفيقته في السراء والضراء إذ استمر زواجه بها نحو خمس وعشرين سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيدتنا سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي سيدتنا أم المؤمنين سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ويقال حسين ابن عامر ابن لوي ابن غالب يجتمع نسبها مع نسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جدها الثامن لؤي ابن غالب وأمها شموس بنت قيس ابن زيد من بني عدي ابن نجار وكانت متزوجة في الأول من السكران ابن عمرو القرشي العامري وقد توفي عنها بعد إسلامه فتزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها بثلاث سنوات حيث خطبتها له خولة بنت حكيم بن أمية السلمية رضي الله تعالى عنها فوافق على ذلك وكانت معروفة بكرمها وأرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بغرارة من دراهم ففرقتها على الفقراء كل على الفقراء كلها وكانت وفاتها في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم سنة أربع وخمسين رضي الله تعالى عنها وعنهم جميعا سيدتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي سيدتنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وأمها أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب الكنانية القرشية تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وسعت لذلك خولة بنت حكيم السلمية حيث عرضت على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الزواج بعائشه رضي الله تعالى عنها فقبل بها وكان عمرها ست سنوات وكان ذلك في شهر سوال من السنه الثالثه قبل الهجره وكان مهرها اثنتي عشر اوقيه ونصفا وقد دخل بها بعد ثلاث سنين في السنة الأولى من الهجرة وتوفي عنها وعمرها ثمانية عشرة سنة وكانت أحب الأزواج إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتزوج بكرا سواها وكانت رضي الله تعالى عنها من أفقه نساء الأمة حتى إذا أشكل على الصحابة أمر رجعوا إليها وقد شهد الله لها بالعفة والطهارة من فوق سبع سماوات وكانت وفاتها في السابع عشر من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين من الهجرة أن عمر قارب سبع وستين سنة وصلى عليها سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ودفنت في البقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سيدتنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، عنهما وأرضاهما. وهي سيدتنا أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأمها زينب بنت مزعون ابن حبيب ابن وهيب ابن حذافة ابن جمح القرشية الجمحية أسلمت وتشرفت بالصحبة أخت وأمها زينب بنت مزعون هي أخت سيدنا عثمان بن مزعون رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ولدت سيدتنا حفصة رضي الله تعالى عنها قبل البعثة بخمس سنين وكانت رضي الله تعالى عنها قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند خنيس ابن حذافة السهمي القرشي رضي الله تعالى عنه والذي استشهد بعد غزوه احد سنه ثلاث من الهجره اثر اصابات المت به وبعد انقضاء عدتها خطبها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تزوجها وقد تميزت رضي الله تعالى عنها بعلمها وحرصها على التعلم وعرفت بفصاحتها وبلاغتها كما أنها كانت من ذوات الرأي والمشورة لرجاحة أقلها وكانت وفاتها رضي الله تعالى عنها في شهر شعبان سنة خمس وأربعين من الهجرة أن عمر ناهز ستين عاما ودفنت في البقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيدتنا زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي سيدتنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة ابن الحارس ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة العامرية القيسية استشهد زوجها عبد الله بن جحش في غزوه احد وبعد ان علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بخبر ترملها خطبها فتزوجها وكان ذلك في شهر رمضان سنه ثلاث من الهجره وكانت تسمى بام المساكين في الجاهليه لعطفها وحنانها عليهم وزادت من صفتها هذه بعد ان اسلمت وعندما اسلمت شاركت في معركه بدر من خلال تقديم الرعايه الصحيه للجرحى ولم تستمر حياتها مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سوى شهرين او ثلاثه ثم توفيت في المدينه المنوره عن عمر ناهض الثلاثين عاما رضي الله تعالى عنها وارضاها. سيدتنا ام سلمه بنت ابي اميه رضي الله تعالى عنها وارضاها. هي سيدتنا ام المؤمنين. أم سلمة هند بنت حزيفة أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم القرشية المخزومية وأمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعه ابن مالك ابن جزيمة القرشية الكنانية وقد كانت رضي الله تعالى عنها متزوجة من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وكان من السابقين الأولين في الإسلام ومن أوائل من هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة وعندما توفي زوجها جراء إصابات أصابته بوقعة أحد، دعت الله تعالى أن يخلفها خيرا منه، فتقدم لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تكريما لها ولزوجها، وحنانا منه على صبيانها، ودخل بها في شهر سوال سنة أربع من الهجرة. وقد تميزت رضي الله تعالى عنها بالكثير من الفضائل منها رجاحة عقلها وفصاحتها وبلاغتها وبعلمها الشرعي الغزير وقد روت الكثير عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت وفاتها في أحد يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنهما سنه احدى وستين من الهجره ان عمر ناهض التسعين عاما ودفنت في البقيع وهي اخر زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موتا على اختلاف فيه رضي الله تعالى عنها وارضاها سيدتنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها هي ام المؤمنين زينب بنت جحش ابن رياب ابن يعمر ابن صبر ابن مرة ابن كثير الاسديه امها اميمه بنت عبد المطلب ابن هاشم فهي ابنه عمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولدت رضي الله تعالى عنها قبل الهجره النبويه بثلاث وثلاثين سنه وكان اسمها بره فسماها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينب واتكنا بام الحكم وكانت من المسلمين الاوائل وكانت متزوجه في الاول من مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وعندما طلقها أمر الله تعالى نبيه بالزواج منها بقوله: فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها. ولهذا كانت رضي الله تعالى عنها تفتخر على بقية أمهات المؤمنين. بأن الله زوجها من فوق سبع سماوات بلا ولي ولا شاهد، وكان ذلك في شهر ذي القعده سنة خمس من الهجره بعد غذوة بني قريضه. تقول سيدتنا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها: كانت زينب هي التي تساميني من ازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب واتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعلم صدقا وأشد ابتذالا لنفسها وأكثر صدقة وأعظمها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به الى الله تعالى. وكانت اول ازواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحاقا به، وقد اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اسرعكن لحاقا بي اطولكن يدا. قالت: فكن يتطاولن ايتهن اطول يدا؟ قالت: فكانت اطولنا يدا زينب، لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق. وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها اول زوجاته لحاقا به واثنى عليه بكسره تصدقها. وقد كانت وفاتها رضي الله تعالى عنها في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنه عشرين من الهجره وصلى عليه عمر بن الخطاب ودفنت في البقيع رضي الله تعالى عنهما وارضاهما سيدتنا جويريه بنت الحارس رضي الله تعالى عنها وارضاها هي سيدتنا ام المؤمنين جويريه بنت الحارس ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائذ ابن مالك ابن جزيمة وهو المصطلق ابن سعد الخزاعية كانت من بني المصطلق وكان والدها الحارث زعيمهم فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقومه حبا في السلطة فهزم ووقع أكثر من سبعمائة منهم أسرى في أيدي المسلمين ومنهم ابنة الحارس برة التي أسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جويرية وكانت متزوجة بابن عمها مسافع ابن صفان ابن أبي الشفر الذي قتل في هذه الغزوة فجاءت سيدنا جويرية رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله فكاك نفسها وتستعينه على كتابتها وقالت يا رسول الله انا جويريه بنت الحارس سيد قومه وقد اصابني من البلاء ما لم يخف عليك وقد كاتبت فاعني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أو ما هو خير من ذلك؟ فقالت: وما هو؟ قال: اتزوجك واقضي عنك كتابتك. فقالت: نعم، قال: قد فعلت. فبلغ الناس هذا الخبر فقالوا: اصهار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فارسلوا ما كان في ايديهم من الاسرى واطلقوا سراحهم فما من امراه اعزم بركه على قومها منها اعتق بزواجها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اهل مائه بيت من بني المصطلق وكانت رضي الله تعالى عنها كثيرة الصيام والقيام كثيرة العتف على الفقراء والمساكين وكانت وفاتها سنة خمسين من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيدتنا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن عنهما وأرضاهما هي سيدتنا، أم المؤمنين رمله بنت ابي سفيان ابن حرب ابن اميه ابن عبد الشمس ابن قصي اخت الصحابي الجليل سيدنا معاويه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين وامها صفيه بنت ابي العاص ابن اميه بنت عم ابيها كانت متزوجه من عبيد الله بن جحش بن رئاب واسلمت مع زوجها قبل الهجره في وقت متقدم وهاجرا الى الحبشه وولدت حبيبه بارض الحبشه الا ان زوجها ارتد عن الدين بالحبشه وتنصر وثبتت رضي الله تعالى عنها على دينها وهجرتها فخطبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن طريق عن طريق ملك الحبشه النجاشي فوافقت واوكلت عنها خالد بن سعيد بن عبد العاص واصدقها أربعمائة دينار واولم لها وليمه فاخره وجهزها وأرسلها إلى المدينة مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فتزوجها الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سنة ست من الهجرة وكان عمرها يومئذ ستا وثلاثين سنة وكانت وفاتها في المدينة المنورة سنة أربعين من الهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيدتنا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي سيدتنا أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أختب ابن سعية ابن سعلبة ابن عبيد ابن كعب ابن الخزرج ابن ابي الحبيب ابن النضير ابن النحام من ذريه رسول الله هارون عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام امها بره بنت شموئل من بني قريزه وهي اخت الصحابي رفعه ابن شموئل رضي الله تعالى عنه كانت متزوجه من كنانة ابن الربيع أبي الحقيق وهو شاعر يهودي قتل يوم خيبر فسبيت فصارت في سهم سيدنا دحية الكلب رضي الله تعالى عنه فجعلها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وكان ذلك سنة سبع من الهجرة نالت رضي الله تعالى عنها كثيرا من الفضائل منه إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خصها بالرعاية والعتف الخاص لكونها غريبة فنساؤه جميعهن من العرب وجلهن من قريش ما عداها فكثيرا ما كان يذكرها بانها حفيده الانبياء للتطيب خاطرها ومن جميل رعايتها لها ما رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع سفية رجلها على ركبته حتى تركب وقد كانت وفاتها في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه سنة خمسين بالمدينة المنورة ودفنت في البقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيدتنا ميمونة بنت الحارس رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي سيدتنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارس ابن, ابن حزن ابن بجير ابن الهزم من قيس عيلان بن مضر وأمها هند بنت عوف ابن زهير ابن حماطة ابن جرش ابن أسلم الحميرية تزوجت في الجاهلية من مسعود بن عمرو السقفي الذي فارقها فتزوجت بعده أبا رهم بن عبد العزة الذي توفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت رضي الله تعالى عنها من سادات النساء واخت ام الفضل زوجة العباس عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد جعلت امرها للعباس عندما خطبها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فزوجها اياه، وكان ذلك في شهر ذي القعده سنه سبع من الهجره في موضع سرف بالقرب من مكه المكرمه وهي اخر امراه تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت رضي الله تعالى عنها ورعه تقيه تصل الارحام فقد روى ابن حجر عن يزيد بن الاصم ان عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم كانت وفاتها سنة إحدى وخمسين من الهجرة في موضع سرف نفس الموضع الذي تزوجت فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودفنت به أن عمر بلغ ثمانين عام ثمانين عاما رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذه نبزة مختصرة عن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله تعالى عليه عليه وسلم التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في عصمته رضوان الله تعالى عليهن اجمعين. ونذكر الان نبذه مختصره عن تلك الزوجات للرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم اللاتي تزوجهن صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يستمر ولم يستمر الزواج معهن لسبب من, من الاسباب. أسماء بنت النعمان ابن الأسود ابن الحارس ابن شراحيل الكندية أجمع أهل السير على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني هي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين أهل السير لكنهم اختلفوا في قصه فراقه صلى الله عليه وسلم لها فقال بعضهم هي الشقيه التي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يردها الى قومها وان يفارقها ففعل وردها مع رجل من الانصار يقال له ابو اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنهما وقال اخرون كانت اسماء بنت النعمان الكنديه من أجمل النساء فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقل لها إنه يحب إذا دنا منك أن تقولي له أعوذ بالله منك فلما دنا منها قالت إني أعوذ بالله منك فقال قد عزت بمعاذ فطلقها ثم صرحها إلى قومها وكانت تسمي نفسها الشقية فخلف عليها المهاجر بن أبي أمية المخزومي ثم خلف عليها خلف ابن مكشوح المرادي أم شريك واسمها غزية بنت دودان ابن عوف ابن عمرو ابن عامر ابن رواحة ابن حجر القرشية كانت عند أبي العكر ابن السمي بن الحارث الدوسي فولدت له شريكا وضبطه البعد شريكا فكانت تكنى أم شريك أقبلت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ووهبت نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها فلما راى عليها كبرة وتقدم سن طلقها. وقيل هي ام شريك الانصاريه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها لانه صلى الله تعالى عليه وسلم كره غيرة نساء الأنصار رضي الله تعالى عنها وأرضاها خولة بنت الهذيل هي خولة بنت الهزيل ابن قبيصة ابن هبيرة بن الحارس ابن حبيب ابن حرفة التغلبية تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فماتت في الطريق قبل أن تصل إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها عمرة بنت يزيد ابن عبيد ابن رواس ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر الكلابية تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبلغه أن بها بياضا وبرصا فطلقها ولم يدخل بها وأمر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فمتعها بثلاثة أسواب وتوفيت سنة ستين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قتيلة بنت قيس ابن معدي كرب ابن جبلة الكندية أخت الأشعث ابن قيس تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اواخر حياته وقبض صلى الله تعالى عليه وسلم قبل خروجها اليه من اليمن فلم يدخل بها ولعله لم يرها. سناء السلميه هي سناء بنت الصلت ابن حبيب ابن جارية ابن هلال ابن حرام السلمية. تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فماتت قبل ان يدخل بها رضي الله تعالى عنها وارضاها. شراف بنت خليفة وهي شراف بنت خليفة ابن فروة الكلبية. اخت دحيه ابن خليفه الكلبي رضي الله تعالى عنهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها العاليه بنت زبيان ابن عمرو ابن عوف الكلابيه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها قيل انه صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها رضي الله تعالى عنها وارضاها. ليلى بنت الخطيم ابن عدي ابن عمرو الاوسيه اقبلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت انا ليلى بنت الخطيم جئتك اعرض نفسي عليك. فتزوجني قال قد فعلت قال صلى الله عليه وسلم قد فعلت يعني قبلتك زوجة قبلتك زوجة ورجعت إلى قومها فقالوا بئس ما صنعت أنت امرأة غيرة أي كسرة الغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم صاحب نساء ارجعي فاستقيليه فرجعت فقالت اقلني يا رسول الله فقال قد فعلت اي فسخت النكاح رضي الله تعالى عنها وارضاها وبهذا انتهينا من سرد وبيان نبزه مختصره من تراجم امهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المطهرات. نذكر الآن نبذة مختصرة عن سراري رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وسراري جمع سرية، وهي الأمة المملوكة التي يعاشرها سيدها، إذا كانت إذا كان سيدها لا يعاشرها فهي يقال لها أمة لفلان لكن إذا كان يعاشرها يقال لها سرية لفلان وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سريتان ماريا وريحانة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فأما ماريا فهي بنت شمعون القبطية بعث بها المقوقس صاحب الاسكندرية مدينة بارض مصر سنة سبع من الهجرة مع حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه متى حينما اتاه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقس يدعوه الى الاسلام فبعث المقوقس مع سيدنا حاتم بن أبي بلتع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا مارية وبعث معها أختها أيضا واسمها سيرين كما معث مع هذين هاتين الأختين ألف مسقال من الذهب وعشرين ثوبا وبغلة وحمارا وخصيا أي عبد خصي هدية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما خرج سيدنا حاتب رضي الله تعالى عن من الإسكندرية بسيدتنا مارية وأختها من راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام في الطريق فأسلمتا يعني أسلمت سيدتنا ماريا واسلمت سيدتنا سيرين ولما وصلوا المدينة وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عن شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي يعني سيدتنا ماريا أم عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا وأُعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالية فأنزلها في مشربة له وصار يختلف إليها هناك وضرب عليها الحجاب واتخذها لفراشه فحملت بإبراهيم وكانت ولادة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة. وكانت وفاتها في المحرم سنة ست عشرة من الهجرة وصلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنه ودفنت في البقيع رضي الله تعالى عنها عنهما وأرضاهما وأما ريحانة فهي بنت شمعون ابن زيد ابن عمرو من بني قريظة وكانت متزوجة في بني قريضة بابن عم لها يقال له عبد الحكم فلما غدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قريضة وغنم أموالهم أخذ ريحانة صفيا فعرض عليها أن تسلم فأسلمت بعد إباء وتردد في الأول فسر بذلك، يعني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها. وأرسل بها إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر رضي الله تعالى عنها، فكانت عندها حتى حاضت حيضة، ثم طهرت من حيضتها. فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة ست من الهجرة، فقال: إن أحببتِ أن أعتكك وأتزوجك فعلت وإن أحببت أن تكوني في في ملكي وأطأك بالملك فعلت فقالت يا رسول الله إني أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك فكانت في ملكه يطأها حتى ماتت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة بعد الرجوع من حجة الوداع رضي الله تعالى عنها وارضاها. وبهذا انتهينا من سرد نبزة مختصرة عن سراري رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وبهذا انتهينا من درسنا وسوف نبدا باذن الله تعالى في درسنا القادم في ذكر وبيان اولاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى وبارك وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين